نعم بالفعل سأبدأ بالموقف الفلسطيني. أولا لا شك بأن القيادة الفلسطينية راضية أولا عن هذا التوقيت بعد 48 ساعة من اقتحام عضو كنيسة المتحرك إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك. حددت هذه الجلسة الطارئة في مجلس الأمن من أجل مناقشة هذا الموضوع. لا شك بأن هذا الأمر هذه الأهمية لاقتحام بن غفير هو أمر إيجابي بالنسبة للقيادة الفلسطينية. وكان أيضا من سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ كان قد قال بأن التصريحات التي سمعت وقيلت في مجلس الأمن كانت واضحة وصريحة، وهي رسالة واضحة جدا لإسرائيل في مجال أو بخصوص المساس المسجد الأقصى المبارك وتغيير الوضع القائم فيه. وقال أيضا بأن هذه رسالة لحكومة الاحتلال بشأن مخاطر سياساتها وإجراءاتها هناك، وأيضا تحميلها مسؤولية أي تصعيد ينتج عن المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى. بالنسبة للجانب الإسرائيلي لا شك بأن يعني حتى الآن لم يصدر أي تصريح رسمي لا عن وزارة الخارجية الإسرائيلية ولا حتى عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ولكن العديد من المصادر السياسية والدبلوماسية كانت قد صرحت بعض التصريحات للإعلام الإسرائيلي دون الإفصاح عن اسمها. يبدو بأن إسرائيل الرسمية لن ترد أي قرار أو ورقة أو موقف عن جلسة مجلس الأمن بالأمس، وبالتالي المصادر الدبلوماسية والسياسية ربما معظمها مقرب من هذه الحكومة كانت قد قالت بأن الأمم المتحدة هي الآن ليست ذي صلة بهذا الشأن، خاصة وأنها تنحاز إلى كما قالت هذه المصادر تنحاز إلى الفلسطينيين. أما جلعاد إردان كان السفير الإسرائيلي في نيويورك كان قد قال بالأمس بأن هذه التصريحات هي جائزة لما سماه الإرهاب الفلسطيني، وبأنه تدخل سافر في السيادة الإسرائيلية على اعتبار أن إسرائيل هي صاحبة عكس يعني ما هو موجود اليوم وبعكس ما ينص عليه الوضع القائم، وكأن إسرائيل لديها السيادة على المسجد الأقصى المبارك. فقط يعني نقطة أخيرة، لا شك بأن قضية المسجد الأقصى المبارك ستكون محور أساسي خلال هذه الفترة التي ستكون فيها هذه الحكومة في سدة الحكم. اليوم رأينا كيف كانت الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع الشبان الفلسطينيين في صلاة الفجر وتمنع دخولهم لأداء الصلوات، إضافة إلى انتشار كثيف للشرطة الإسرائيلية تخوفا من أي تصعيد بعد صلاة الظهر في المسجد الأقصى المبارك وفي محيط البلدة القديمة بالقدس. شكرا جزيلا لك إيمان جبور مراسلة الغد، كنت معنا من القدس المحتلة.